برضه اه برضه 4-1. طب ما تيجي نسال الكابتن مختار. اه صباح الفل يا ابو الكبات. صباح الخير يا سماحه. وحشنا، عامل ايه؟ ربنا يخليك يا ابو حميد، الحمد لله رب العالمين. منورنا الكابتن اسامه عرابي. السلام عليكم يا استاذ. ازيك كابتن مختار؟ ازي صحتك؟ الله يخليك. الف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك يا اسامه. خلينا نحييك ونهنيك يا كابتن مختار على الوصول للنهائي، لكن واضح ان قلبك بيوجعك في كل مباراه في ركلات الترجيح. ربنا يستر. الله بتاثر اكيد، هتاثر على عمر الواحد دي. حصل برضه في الوحده. وفي الوحده نفس الكلام. نعم برضه مباراتين وقلبك وجعك، لكن والله كابتن مختار عايز احييك وابارك لك وهنيك، لانه الوصول للنهائي اخراج النادي الاهلي بطل الدوري، الشرطه رابع الدوري، المقاولين اللي الحقيقه اللي كان عامل لنا مفاجاه بشبابه، اعتقد كلها كانت مهام صعبه بالنسبه لك يا كابتن مختار. جدا جدا صراحه يعني صراحه يعني مهمه كانت شاقه لابعد الحدود. وانا حتى شايف بالنسبه احنا يعني احنا والزمالك وما شاء الله الزمالك بيعمل شكوى قوي، لكن انا شايف ان طريقنا كان اصعب من طريق الزمالك بكتير يعني. طبعا ودي على الاقل كان قدامك الاهلي. وبعدين اللي عايز يعني ياخد بطوله لازم يتعب بالشكل ده، واحنا ان شاء الله يعني بنحلم بالبطوله يعني. كابتن مختار، الناس بتقول انه كفايه عليك الوصول للنهائي خلاص، انبي كده ما ليس في الامكان، ابدع من مكان، عمل اللي عليه، اخرج الاهلي، كسب الشرطه، كسب المقاولين، ووصل الكونفدراليه لان الزمالك هو تاني الدوري العام فهيلعب في ابطال الدوري، وانت هتبقى كانك بطل الكاس وهتلعب في الكونفدراليه، فطموح انبي سيتوقف عند هذا الحد. والله يعني جزاهم الله كل خير يعني ان هم يعني ادونا يعني حاجه كويسه قوي، ودي يعني ان شاء الله يعني خلاص احنا ممكن ما نروحش المباراه بقى. لكن طبعا هو ده كلام يعني كلام اكيد طبعا كل واحد بيقوله من وجهه نظره، لكن طبعا احنا بنحلم زي ما يعني اكيد ان الزمالك عنده يعني دفعه قويه جدا، ويعني احنا كمان عندنا حلم كبير قوي ان احنا ان شاء الله نحقق الكاس، واللي يهمنا صراحه ان احنا نعمل ماتش كويس قوي، نمتع بيه الناس بقى، وحتى يبقى حاجه كويسه في زمره حاجات كتير قوي في الوقت دوت حصلت، يعني الناس اشد الحاجه فيها ان هي تتمتع بالكوره شويه، ودوت ان شاء الله انا هقوله للعيبه ان احنا عايزين نمتع نفسينا، واكيد لو متعنا نفسينا اكيد ان ديت ممكن تدينا نتائج هايله جدا يعني. كابتن، اما كلمت الكابتن حسن شحاته قال لي احنا بنحب نتمتع بكره القدم، وكلامك قلت اتمتع بكره القدم. كابتن حسن شحاته قال انا هبقى مبسوط ان انا بلعب قدام الكابتن مختار، قال بالحرف الواحد كده، كابتن مختار من المدربين الكبار، المدربين اللي بيستمتعوا بكره القدم، وانا شايف انه هتبقى مباراه حلوه، جماهير كره القدم هتستمتع بيها بصرف النظر عن النتيجه. هل معنى ده يا كابتن انه انتوا الاثنين هتلعبوا لنا مباراه مفتوحه، ولا الحظر هيكون غالب على هذا اللقاء خاصه نهائي كاس يا كابتن مختار؟ والله يا كابتن احمد انا ما سمعتش الكابتن حسن، والله ما سمعته، وانا بقول كده من تلقاء نفسي. لكن اكيد ان هو طبعا يعني هو امتعنا وقدم لنا حاجات هايله جدا جدا، ورفع راسنا يعني على مستوى مصر في محافل كثيره، واكيد ان هو بيعني الكلام دوت، وانا صراحه ان شاء الله برضه هعني الكلام ده ان احنا نقدم كوره حلوه قوي، وفي الوقت نفسه برضه يعني هو احنا مش هنقدم كوره حلوه على حساب ان احنا يعني كل واحد فينا يتخلى عن الـ 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 الهدف بتاعه. يعني من خلال الهدف بتاعي هبتدي طبعا هحاول ان انا اقدم كوره تمتع بيها الناس والناس ينبسطوا بيها، وتبقى وجبه ان شاء الله طيبه يعني في وسط الزخم اللي احنا عايشينه ده. الناس بتقول الزمالك هيبقى الاستاد متقفل على اخره بجماهير تساند تؤيد الزمالك، هل ده ممكن ياثر على اعصاب لعيبتك كابتن مختار؟ والله هو ده احنا متوقعين ده يعني. احنا عارفين ان احنا لما بنيجي لاعب الاهلي او الزمالك احنا عارفين بنيجي لاعبهم فين، فاكيد ان الكلام دوت احنا الحمد لله واخدين عليه، واتمنى ان شاء الله ان هو ما ياثرش علينا، واللي بتمناه اكتر ان هو ما ياثرش على التحكيم يعني. على التحكيم، هل زي ما قرينا النهارده على لسان رئيس النادي قال انه احنا مش هنطلب حكام اجانب، هل ده فعلا قرار نهائي ولا من الممكن؟ والله انا ما طلبتش منهم صراحه.
يعني انا ما ك... يعني ما كلمتهمش يعني انا في يعني احد الزملاء سالني قلت له والله يا اخي انا افكر في الامر ده لان انا برضه عايزين نشيل الحلق من عند الحكام المصريين لكن انا افكر فيها وهكلم في ادارتي يعني لو في استعداد يعني لكن انا ما اتكلمتش وما فكرتش فيها ومخلي الامور تمشي عاديه يعني. يعني انت مش تتجه ان انت مش هتطلب حكام اجانب؟ لا ان شاء الله ان شاء الله. حكام مصريين. كابتن عبد الظاهر السقا المباراتين اللي فاتوا خرج من التشكيل بعد ما ظهر امام النادي الاهلي، ظهر رامي صبري بمظهر جيد جدا، هل ده كان تكتيكي ولا كان الاصابه؟ لا لا اصابه، هو مصاب للاسف يعني. عبد الظاهر ما شاء الله يعني ابتدى النادي الاهلي بدايه كانت هايله جدا بس حصلت له يعني خبطه كده في نهايه المباراه. هو كان في عنده ظهر شرخ قديم فالظهر دوت يعني اتاثر بشكل سلبي من الخبطه اللي هو اتخبطها، لكن صراحه انا كنت بتمنى ان عبد الظاهر يبقى معانا لانه اكيد ان هو يعني من العناصر المهمه جدا بالنسبه لفرقتنا يعني. وهو لغايه دلوقتي احنا برضه مش عارفين ايه اللي هيحصل لغايه الماتش، لكن الحمد لله برضه انت عارف الماتش اللي فات كان فيه مانو واخد انذارين في الماتش اللي قبليه، واكيد ان مانو ان شاء الله اضافه هايله جدا لينا في الماتش بتاع نادي الزمالك. هل هتفاجئنا بطريقه لعب جديده؟ كل مره براس حربه، مره براسين حربه، في وسط المباراه التكتيك بيتغير. دارس اكيد الزمالك جيد واكيد في مفاجات جعبه مختار لا تنتهي ابدا. كل ده بتتوقف على لعبتك يعني لعبتك ومدى يعني جاهزيتها ومين اللي جاهز دلوقتي، ويعني احنا الفترات اللي فاتت ما كانش موجود معانا عبد الظاهر، ما كانش محمد شعبان، الماتش اللي فات ما كانش موجود معانا مانو، الحمد لله الاولاد كلها موجودين، اكيد ان شاء الله يعني هنفكر لها بشكل كويس قوي، وبحيث ان احنا يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نوصل لافضل تشكيل يساعدنا ان احنا نعمل نتيجه كويسه باذن الله. انا خلصت اسئلتي، عندي سؤال واحد بس الكابتن اسامه عرابي عايز اسالك، انا عايز اسالك عن جهازك المعاون يا كابتن مختار. نعم، الكابتن حسين والكابتن مجدي. كابتن حسين امين؟ ايوه حسين امين، كان لعيب زمان في نادي انبي ومن المدربين يعني ما شاء الله شخصيه هايله جدا يعني. وكابتن مجدي عبد العاطي طبعا يمكن معروف اكتر من حسين لانه لسه مبكر قريب يعني. وكابتن ومعايا ابراهيم عبد العزيز ومعايا كابتن سعيد عبد العظيم. هل جماهير الاهلي ممكن تيجي تساند الكابتن مختار ولا انت مالكش في الحاجات دي عشان ما تخشش في ازمه طارق؟ لا 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 ما دي ما يعني والله لا ما صعب ان انا اتكلم فيها لان ده كلام برضه يعني الواحد صعب ان هو يتكلم فيه. يمكن انا شفت ان طارق خانوا التعبير شويه يعني. صحيح صحيح. اسامه عرابي عايز اسالك. انا لسه كنت بتكلم مع شوبير على موضوع عادل مصطفى، انه ما شاء الله يعني كان السنه اللي فاتت مالوش دور واضح مش في نادي الانبي وكان على وشك الانتقال لنادي تاني، لكن انا بقول كابتن مختار يعني رجعه بحاله كويسه قوي، فاكيد يعني انت بذلت فيها جهد مع عادل انه بصراحه متالق الفتره الاخيره كلها يعني كل الماتشات. ما شاء الله عادل هايل جدا، وانا لما انا رحت كانوا بيقولوا لي ان هو ماشي. ايوه مظبوط. وبعدين قعدت اتكلمت معاه كلام بسيط جدا، وبعدين يعني عادل خلي بالك يعني انا يعني هو من يعني قبل ما امشي انا من النادي الاهلي على طول عادل جه في نفس الفرقه انا كنت ماسكها انا وضيا يعني احنا كنا يعني عادل من اللعيبه كويسه جدا، وبعدين صراحه يعني صراحه يعني انا اتكلمت كلام معاه بسيط جدا لكن الولد ساعد نفسه بشكل هايل، ودي انا بقولها للعيبه يعني اللعيب يعني المدرب اكيد ان هو بيبقى له دور بس في كمان دور كبير جدا على اي لعيب. ده صحيح، ما دام اللعيب عايز ويعني يعني بياخد بكل الاسباب اكيد ان دي كمان بتساعد المدرب بشكل كبير جدا جدا، واكبر مثل عادل صراحه يعني. نعم كابتن مختار سؤالي الاخير، اسلام عوض عنده فرصه ولا الموضوع بالنسبه له انتهى؟ اسلام عوض اصلا ما بيجيش التمرين. ما بيقولوا بيتمرن لوحده. فين؟ يعني اتمرن في حته ثانيه يعني ولا في الشمس؟ يعني خلاص ما عادش بيجي. حاجه والله يا كابتن شوبير صلاح يعني ولد عجيب، انا بستغرب يعني بستغرب حتى من اللي حواليه. ما حدش بيكلمه حاجه، ما حدش بيقول له حاجه، يعني امر غير طبيعي. يعني مجرد النادي الزمالك يكلمه كلمتين ويعني حد يلعب له في دماغه ممكن يعمل في نفسه كده؟
يعني ممكن يعني المفروض ان اي طب ما انا كنت قعدت 5 سنين في نادي بتروجيت في كل سنه كانوا بيتكلموا على وليد في وقت من الاوقات اسامه محمد كان علينا ضغوط غير طبيعيه عمر اسامه محمد ما ساب التمرين وكان اجدع واحد في التمرين ووليد كان يعني كل جمهور مصر بيكلمه وكل سنه يروح وبعد حد معين مكلمه من نادي الزمالك يا كابتن مختار؟ اكيد طبعا أكيد. عارف حد اسم حد معين حضرتك؟ لا 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 انا ما يعني ما انا عارف طبعا يعني يعني ما فيش داعي ان انا اقول حاجه. طيب كابتن مختار شايف انه المباراه متكافئه بين انبي والزمالك في النهاية ولا زي ما البعض بيقول انه لا كفه الزمالك ارجح ولا انبي قادر على زي ما حضرتك قلت تحقيق الحلم والفوز بالكاس؟ بص هقول لحضرتك حاجه اكيد اكيد ان الزمالك عنده يعني الكفه بتاعته راكحه بحاجات كتير قوي يعني بحاجات ممكن تكون يعني طبعا في الكوره هو عنده نجوم كتير قوي ما شاء الله ولاعيبه على اعلى مستوى احنا بفضل الله عندنا برضه يعني لعيبه ولاعيبه كويسه يعني الزمالك عنده دفعه كبيره جدا جدا من الاعلام وده حقه يعني يستحق الفرقه الكبيره وعنده دفعه غير طبيعيه بالنسبه للجمهور ودي طبعا بتديله يعني درجات اعلى مننا بكثير يعني لكن كل دوت بيقف عند جوه الملعب جوه الملعب الدنيا بتتغير صحيح فهو دوت ان شاء الله هو دوت الفيصل وهو دوت اللي احنا نشتغل عليه وهو دوت اللي احنا نقدر نلعب فيه. زميلي هاني هتحط بيقول ان انت قلت الكلام ده برضه قبل ماتش الاهلي واضح ان انت بتتفائل بالكلمتين دول. لا مش قوي بس ما هو طب هو انا لما اجي العب اهلي والزمالك المفروض اقول ايه؟ ما هو ده الكلام. صحيح. كابتن مختار صباحك فل ونتمنى لك يا رب كل التوفيق والنجاح تكون مباراه طيبه بين الزمالك وانبي طليق بالفعل.